في الفقرة دي هخيرك ما بين حاجتين وتختار منهم، ريال مدريد ولا برشلونة؟ برشلونة برشلونة بطولة... برشلونة عشان انا برشلونة جدا اه جدا. بطولة افريقيا ولا الدوري المصري؟ الاثنين ينفع؟ لا لازم اختار حاجة. ما انا قلت لك انا طماع بحب الاثنين يعني. اه لا ده انت طماع جدا كده. الاثنين اصل ليه لا اكررها تاني؟ يعني ولا هسيب ده ولا هسيب ده، السؤال صعب الصراحة بس هاخد افريقيا. بس السؤال صعب بس هاخد افريقيا يعني واخد الدوري برضه ان شاء الله. المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ لا الاجنبي. الاجنبي كل ثقة. لا الاجنبي عشان بحس دايما بيجي فكر جديد، بس لازم يكون الاجنبي متنقي صح، فاهمة؟ مش اي اجنبي، اي واحد شعر اصفر ويعني خضرة يبقى تعالى انت امسك، فاهمة؟ لا لازم يكون اجنبي متنقي صح يجي يضيف لك، بس مش اي اجنبي وخلاص. لان يعني في مدربين كتير مصريين كويسين جدا جدا، فاجنبي بس لو طبعا في مصري وطني كويس يبقى وطني يبقى مصري يعني. بس انا بفضل الاجنبي. الاثنين برضه. لا انا بفضل الاجنبي بس انا بتكلم في مصريين كويسين بصراحه جدا. بس انا بحس الاجنبي هشوف منه جديد. بتحب الصيف ولا الشتاء؟ الصيف طبعا. الشتاء سوري انا اسف انا اسف الشتاء 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 ما اعرفش ازاي في ناس ممكن تحب الصيف اصلا. حر وبتاع ما الشتاء انا ممكن على فكره البس جاكيت والموضوع خلص. او ادفي نفسي اشرب سحلب اي لا حاجه. لا والله مش كله مش الموضوع مش سهل كده خالص. لكن هتيجي اصل الصيف يا ستي يقول لك شغل التكييف، انا مع التكييف بايظ اقعد اشور انا عرق امشي في الشارع مثلا بتيشيرت كوت ما برضه هبقى حران. دي وجهه نظر يعني مع احترامي للناس اللي بتحب الصيف. حفله في الساحل ولا سهره في اوتيل 5 ستارز؟ مش جوي قوي حفلات وبتاع يعني، بس ممكن في الساحل انا يعني لما بيبقى في فرصه بطلع بقعد هناك ومع اصحابي وبتاع، فممكن تبقى حفله في الساحل. لكن جو ان انا ابقى لابس بقى ونازل عامل حسابي ان انا رايح حفله فندق 5 ستارز والكلام ده لا دي ماليش فيها ولا ليا في حفلات حتى الساحل، فاهمه يعني؟ فممكن حفله في الساحل. حفله في الساحل عايز تبقى براحتك كده. لا انا براحتي لو في الساحل اصل بروح اقعد استجم كده فاهمه على البحر بتاع. انا بالنسبه لي ببقى مش عايز اعمل حاجه، اقابل صحابي وبتاع نقعد نلعب بلاي ستيشن كل حاجه دي بتبقى كده. لكن حفله ورزق والكلام ده ما بعرفش. الجيم والتمرين احسن ميعاد ليه، الصبح ولا بالليل؟ الصبح. امتى كده بدري قوي يعني؟ 8 حلو، 8 9 10 فاهمه ليه؟ بتفضي لك باقي اليوم وهتجبرك بالليل انت تنام بدري، مع ان انا اصلا ما بنامش بدري يعني، بحاول على قد ما اقدر انام بدري بس ما بعرفش. بس الصبح عشان تجبرك ان انت تنام بدري. بتحب تقعد في البيت اكتر ولا تخرج؟ الاول كنت البيت، دلوقتي اخرج. دلوقتي ما بحبش قعده البيت خالص، ما احس ان انا قاعد في البيت يجرى لي حاجه. حتى لو هنزل كده مثلا اشتري حاجه من الكشك واطلع، بس لازم ابقى نزلت. بس في يوم لازم بيجي اجباري تعب وعايز تريح كده دماغك فتقعد في البيت فاصل خالص. لكن في اغلبيه الوقت بحب اخرج وبفرق كتير اصلا عامه يعني. لو في حاجه سلبيه ولازم تتقال للشخص مش قريب منك خالص هتقرر تقولها؟ لا تاني معلش. لو في حاجه سلبيه تمام ولازم تقولها لشخص مش يعني او في حاجه في اي حاجه موقف حاجه حصلت اي حاجه تعليق سلبي لازم يتقال لشخص مش قريب منك هتقرر تصارح وتقولها ولا هتجامل؟ انا عامه ما بحبش اجامل اللي قدامي، طالما انا شايف فيك حاجه هقولها. شخص مش قريب منك هحرجه؟ هيتحرج لو قلت له كده؟ حاجه سلبيه يعني حاجه لازم تتقال من غير مقدمات، حاجه لازم تتقال. لا هقولها لو حاسس ان انا لازم اقولها هقولها، بس حاسس ان انا هحرج نفسي قلت له راح احرجني فخلاص. ما هو هياخدها ان عارفه انت هتبقى انا في نيتي ان انا بقولها لك عشان شايفها سلبي عايزك تعدل منها او ايا كان، وهو هياخدها ان بص ده بيعلق عليا ازاي. وبتحصل فعلا، فاهمه؟ تيجي تقول لحد حاجه يقول لك ده بص مصطفى شوبري عم بيعلق على كلامي، بس ما بيبقاش قصدي كده يعني، فاهمه؟ فلو حاسس ان انا هتحرج بلاش، او هحرجه برده بلاش، بس انا دايما كده يعني اقولها. بس انت شايف نفسك عموما شخصيه جريئه؟ الحمد لله. اصل هتخاف من ايه؟ فاهم قصدي؟ بقول رايي يعني، انت مش فرض عليا حاجه ولا انت ماسك عليا زله يعني، فاهم قصدي؟ والحمد لله الواحد بيقول لك ما بيخافش من حاجه، وتعلمت كده من ابويا الحمد لله، اللي هو هتخاف من ايه؟ عندي راي فيك بقوله فيك بقوله في وشك واقوله في ظهرك، ما عنديش مشكله. وانا اصلا الحمد لله يعني حتى الناس قريبه مني لو مثلا مختلفين مع بعض ابقى زعلان منه. لما بقول حاجه مثلا انا وانت بس اتخانقنا بقوم مثلا بنشتكي لبعض انا وصاحبي التاني، بعد ما نتصالح اقوم جاي قلت له بس عشان تبقى عارف انا قلت عليه في دارك قلت عليك 1 2 3. انا دايما دي موجوده عندي، قريب مني مش قريب مني موجود ده موجود عندي. اقول مثلا على فلان ما عجبنيش الموقف اللي عمله اقول له بص بصراحه انا قلت عليك في دارك 1 2 3، فاهم قصدي؟ انا على طول كده الحمد لله. اغاني شعبي ولا مهرجانات؟ لا الشعبي حاجه والمهرجان حاجه. انا يعني بحب اسمع الاغاني كيكه كلها فما اعرفش ايه الفرق، بس هقول لك الاثنين. الشعبي مثلا عدويه مثلا لو الليسي بقى وكده انا بعشق الليسي الصراحه. لكن مهرجان عارف انت الحاجات اللي هي اغاني العصر دلوقتي. لا يبقى مهرجانات. اختار مهرجانات اللي بسمعها اكتر. نورتني يا كابتن.
انا مبسوط كنت معاكي جدا والله. وانا والله اكتر اتبسطت جدا بالحوار معاك، نورت القناه ونورت البرنامج. مشاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا مع نجم نادي الاهلي مصطفى شوبير. طبعا يعني هنستناكم في حلقه تانية مع نجم من نجوم النادي الاهلي.